العلاج الجراحي لمرض بيرتس. كما أشرت في فيديو سابق بعنوان مرض بيرتس وعلاجه غير الجراحي، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات يبلون بلاء حسنا مع العلاجات غير الجراحية وقد لا يحتاجون للجراحة. بين سن 6 و 8 سنوات قد يحتاجون إلى جراحة أو قد لا يحتاجون. يوصى بإجراء الجراحة إذا كان الطفل أكبر من 8 سنوات وقت التشخيص، نظرا لأن احتمال حدوث تشوه أثناء مرحلة عودة التعظم يكون أكبر عند الأطفال الأكبر سنا. في حال تضرر أكثر من 50% من رأس الفخذ، فقد يساعد إبقاء رأس الفخذ داخل الجوف الحقي المستدير على نمو رأس إلى شكله الوظيفي. وإذا لم يحافظ العلاج غير الجراحي على الورك في الوضع الصحيح للشفاء، سأشرح الأنواع المختلفة من جراحة بيرتس على التوالي. تخفيف الضغط بالتثقيب وحقن الخلايا الجذعية في رأس الفخذ. يوصى بإجراء هذه الجراحة فقط في المراحل المبكرة من مرض بيرتس قبل أن ينهار رأس الفخذ أو يتسطح ولم يعد يلائم تجويف الورك بدقة. في التثقيب يتم استخدام سيخ بقطر 1-2 ملم لعمل ثقوب صغيرة في رأس الفخذ لتحفيز عملية التئام لب العظم الموجود داخل رأس الفخذ وتسريع عملية الشفاء. هذه الثقوب تخفف الضغط وتسمح بنمو أوعية دموية جديدة. يتم إدخال السيخ عبر شق صغير في الجلد ويتم توجيهه ضمن عنق الفخذ إلى مركز رأس الفخذ. يدور القلق الرئيسي لهذا الإجراء حول الضرر المحتمل الذي قد ينجم عن خرق الأسياخ لصفيحة النمو في رأس الفخذ. لا يوجد دليل واضح على تأذي صفيحة النمو، وتبلغ نسبة نجاح حوالي 70% لهذا الإجراء. يتم أخذ الخلايا الجذعية باستخدام إبرة من عرف الحرقفة، ثم يتم إدخال إبرة خاصة في قلب رأس الفخذ ويتم حقن الخلايا الجذعية. بعد العملية يتم ارتداء جبير التبعيد أثناء النهار والليل، وعندما يتم الحفاظ على مجال حركة الورك واستقراره يتم ارتداء الجبيرة في الليل فقط. بعد تخفيف الضغط بالتثقيب وحقن الخلايا الجذعية يعود الطفل إلى العيادة للمتابعة كل 4-6 أسابيع خلال الأشهر الستة التي تلي الجراحة. قد يستخدم الطفل الذي أجرى هذه الجراحة عكازات خلال هذا الوقت لتجنب الضغط عن المفصل. يجب التأكيد على أن تمارين التمطيط الأساسية لا تزال مهمة جدا، ولا يزال طفلك بحاجة إلى إجرائها 2-3 مرات يوميا. Hip Distraction أو تمديد مفصل الورك. قد يوصي الطبيب بهذا الإجراء للأطفال الذين يعانون من أعراض أكثر شدة لا يمكن علاجها باستخدام الطرق الأخرى. خلال هذا الإجراء يقوم الجراح بتوصيل جهاز يسمى المثبت الخارجي بالورك والجزء العلوي من الفخذ. المثبت الخارجي يضع رأس الفخذ في الجوف الحقي ويحافظ على الاحتواء المثالي، كما يقلل المثبت الضغط تدريجيا في مفصل الورك مما يسمح له بالشفاء دون الإضرار بالأوتار والأربطة. يتم بضع الوتر المقرب للسماح لمفصل الورك بأن يصبح أكثر قدرة على الحركة، بحيث يمكن وضع رأس الفخذ في الموضع المناسب داخل الحق قبل تركيب المثبت الخارجي. عند الأطفال الذين يعانون من أعراض شديدة قد يتم الجمع بين تمديد الورك مع تخفيف الضغط بالتثقيب وحقن الخلايا الجذعية في رأس الفخذ. سيبقى الجهاز في مكانه لمدة 3-6 أشهر، ولأنه يوفر الثبات الجيد يستطيع الطفل المشي مع المثبت الخارجي. سيتعلم الطفل المشي إما باستخدام مشاية أو عكازات مع السماح بحمل 50% من الوزن على الورك المصاب خلال الأشهر الأربعة التي يتم فيها تركيب المثبت الخارجي. يوصي الطبيب بالعلاج الطبيعي الذي يمكن أن يساعد الطفل على استعادة مجال الحركة في الورك أثناء التعافي. بعد إزالة المثبت الخارجي يرتدي الطفل جبيرة أو وسادة تبعيد خاصة. سيتمكن من المشي والجلوس وهو يرتدي الجبيرة أو الوسادة. يتم ارتداء هذه الجبيرة أو الوسادة طوال الوقت لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة 4 أسابيع. بعدها سيبدأ الطفل في ارتداء الجبيرة أو الوسادة ليلا فقط لمدة 3-6 أشهر قادمة. بعد إزالة المثبت الخارجي يكون العلاج الطبيعي وبرنامج التمارين المنزلية ضروريا. سيعود الطفل إلى العيادة لمتابعة بعد 6 أسابيع من إزالة المثبت الخارجي. بعد هذا الموعد ستكون مواعيد المتابعة كل 2-3 أشهر للسنة الأولى حتى نتمكن من مراقبة الورك. بعد مرور أكثر من عام ينخفض عدد المتابعات سنويا إلى موعد واحد فقط كل 6-12 شهر حتى يبلغ الطفل 18 عاما تقريبا. الهدف هو أنه بعد 6-8 أشهر من العلاج بالمثبت الخارجي سيتمكن الطفل من المشاركة في جميع الأنشطة البدنية.
يجب أداء تمارين بيرس يوميا، ولكن يجب القيام بها مرة واحدة فقط في اليوم. تستمر تمارين بيرس حتى تخرج الطفل من المدرسة الثانوية. خزع عظم الفخذ أو الحوض. خزع العظم هو إجراء يقوم فيه الجراح بإعادة ضبط العظام التي فقدت شكلها الطبيعي وتثبيتها داخل الجوف الحقي للورك عن طريق تعميق الجوف أو تغيير موضع رأس الفخذ. يمكن للجراح إجراء عملية تعرف باسم خزع الفخذ الترويحي، والذي يعيد توجيه رأس الفخذ كي يتلائم داخل الجوف الحقي، ثم يتم تثبيت العظم بصفيحة معدنية وبراغي. الهدف من هذه الجراحة هو الاحتواء. الفكرة هي إبقاء رأس الفخذ داخل التجويف الحقي. يمكن أن يعتبر الحق بمثابة قالب لمساعدة رأس الفخذ المجزأ على الاحتفاظ بشكله الدائري. في بعض الأحيان يجب أيضا جعل التجويف الحقي أعمق، لأن رأس الفخذ يكون متضخما أثناء عملية الشفاء ولم يعد مناسبا ليتوضع بشكل مريح داخل الحق. من أجل حماية الإصلاح وتحقيق أفضل نتيجة، هناك احتمال أن يوضع طفلك في جهاز جبسي لمدة 6 إلى 8 أسابيع بعد الجراحة. بعد إزالة الجهاز الجبسي، ستكون هناك حاجة إلى العلاج الطبيعي لاستعادة قوة العضلات ومجال الحركة. ستكون العكازات أو المشاية ضرورية لتقليل حمل الوزن على الورك المصاب. سيستمر الطبيب في مراقبة الورك بالأشعة السينية خلال المراحل النهائية للشفاء. نجاح العلاج يعني أن الطفل لا يتألم ويمكنه العودة إلى جميع الأنشطة السابقة حتى لو كان شكل رأس الفخذ غير مثالي. العاملان الأكثر أهمية اللذان يحددان كيف سيبلي طفلك بالمستقبل هما عمره في بداية العلاج ومدى تأثر رأس عظم الفخذ. يتمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 إلى 8 سنوات بإنذار أفضل، ربما لأن ذلك يعطي المزيد من الوقت لإعادة تشكيل رأس الفخذ، ولأنه قبل سن الثامنة يكون الحق مرنا ويمكن أن يتشكل على رأس الفخذ المشوه، مما يحافظ على التطابق بينهما. يعود أكثر من نصف الأطفال المصابين بمرض بيرس إلى ممارسة أنشطتهم الطبيعية في غضون سنوات قليلة من بداية المرض. تطور مرض بيرس عندما يكون الطفل أكبر من 8 سنوات، أو تحدد مجال الحركة، أو وجود رأس فخذ غير مستدير حتى بعد العلاج، يكون إنذاره أسوأ. تشير تقديرات إلى أن ما يقرب من 50% من هؤلاء المرضى سيحتاجون إلى استبدال مفصل الورك في مرحلة متأخرة من البلوغ، أي بعمر 50 إلى 60 عاماً.